السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بينجو في فيديو جديد. اليوم يا شباب طبعا راح نبدأ بداية سلسلتكم أسطورة في بيس. طبعا يا شباب أول مباراة عندنا، أنا جربت المود، لعبت يعني كم جيم كذا، وطبعا دي مباراة في الدوري الإيطالي، أنا اخترت دوري ضعيف شوي حتى نبدأ سلسين، ويلا بينا ندخل على المقطع. أوكي باص باص يا ولد، أوكي عايزين نخش خش 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 افتح افتح افتح، يلا يلا نحاول نتوغل نحاول نتوغل، ليتس جو ليتس جو ليتس جو يا اصحاب عر يا غلس 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 عرب بقى يا حط يا راجل. اوكي باص باص تاني، في واحد في ظهري، استنى. طبعا مش عايزين نفكر في العروض دلوقتي، عايزين نفكر ان احنا نأدي كويس عشان العروض الحلوه تجيلنا. اوكي مش كده مش كده، اوكي يلا توغل يا لسه كانت حلو. اوكي ليتس جو، الدريبل عندي بقى حلو شويه في الشخصيه بتاعتي، يلا ليتس جو ليتس جو. ها جول جول جول، اخيرا سجلت اخيرا سجلت، سجل بينجو I love you like. اوكي نحاول نعدي، اوه رايح فين، خد تعالى رايح فين عيني حلو. اوكي نحاول نعدي، العرضيات بتاعتي بتبقى خطيره، يلا هوبا هوبا، الله الله، اسيست 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 يا عيون، ليتس جو اخي اسيست جو الحمد لله. اوكي نزلت في البطن، بص بص دي يا عيني عيني، ده انا رايق جدا يا عيني، حط يا خرب بيت امك حديده، اللهم اني صايم، يلا ماشي. الخطور معظم خطوره الفريق بتبقى من ناحيتي، كويس يلا روح. ها عايز تروح فين يا مش هيبقى كده بقى، مش كده بقى مش كده، ماشي اوكي يلا حاول نتوغل. هو انت نفس الغلس يا عمي، اوعى يا عمي يا انت حمار، ماشي ايه 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 اثبت مكانك، رايح فين ايه، وانت بقى انت الغلس بقى، يلا علوبي علوبي حط اوكي اوكي مراقبه لصيقه المصطفى بدا بقى يغلس عليا، بدا يغلس عليا والفرقه بتروق، حاول امخمضه كده شويه، تعال تاني هوبا، الله 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 بليز باكوردي يا نهار ابيض ومنيل، لا 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 لا، او جول جول تعادل. اوكي الثاني تعادل كده تعادل. اوكي يلا عرضيه يا راجل حلوه، اتمرجل يا ولد، اوف 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 يا اوكي يو كنت جنبك يا ولد يا ولد، يا عيني يا عيني على الباص، بقيت بصات بصات ايه، و و و يا 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 يا، انتوا ايه كلكم كلكم عليا، روق 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 جول، يا نهار ابيض اوكي جول، يا ضيعت انفراده يا اخي كان زمان، استغفر الله العظيم. اوكي يا ربي خلص الماتش، كان في الفوز بايدينا يا جدعان، التقييم بتاعي 7.5 حلو. اوكي اوكي الترتيب التاسع، التاسع في الدوري والميلان الاول، كويس كويس اوكي، ومشارك 8 مباريات، مسجل 2 صانع 6 حلو على مركزي ده، وحلو يعني. كنا نشوف عندنا الماتش الجاي مع مين، اعلان اعلان اسماء فريق الدوري، يا رب يا رب يا رب يا رب، تم الاعلان عن الفريق، لم يصف يتم اختيارك. اوكي اوكي طبعا بعد ما عاد تم اختياري في قائمه المنتخب، لازم اثبت نفسي، مباراه كبيره ضد الانتر لازم اكون قوي فيها. اوكي حاسب 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 حاسب، اوعى اوعى اوعى، بابا 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 يا عيني راجل
اوكي ماشي اوكي. يلا على الكوره. ايه ايه يا حكم على الكوره؟ على الكوره يا حكم، يا حكم ليه ليه؟ يلا يلا راجل راجل دي رجوله. هو قفلني جنب العرض. ساتسفاين باس. اوكي يلا يا عيني. اموت نفسي على الكوره، اموت نفسي على الكوره يا عيني. بس صفقوا لي يا عيالي، صفقوا لي. اوكي اوكي خطير. اي اوبا جول جول. سجلت على الانتر، سجلت على الانتر في ملعبهم يا عيون. بينجو بينجو. احتفل على الانتر في ملعبهم وسط جمهورهم، ابلع كله تحت الكنترول يا عيني. ايش يا حكم؟ كيف بالله؟ طب كيف يا حكم؟ ليه يا حكم؟ يا حكم ما فيهاش حاجة. خطيرة خطيرة. اوه الحمد لله يا رب نفوز، يا رب الماتش يعدي على خير. غني بقى يا حكم، اني يا حكم. يس فزنا على الانتر يا عيال، فزنا على الانتر. يس مصطفى اللوبي بلعتك. اوكي احنا الخامس في الدوري، الخامس. اوكي اعلان عن فريق الدوشار. اوه موجود، انا موجود، انا موجود وموجود برونو الفيس. اوكي التصديات اللي عملها سيبي ده حلوه. اخيرا رحت مركزي، رجعني من الار بي، وداني مركزي الحمد لله. ان شاء الله ادي بقى في المركز ده يا رب، مركزي الاصلي. اوكي اول لمسه ماشي، تاني تاني بص بص بص. اوه ده انا رايق رايق روق. حلوه جول 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 الاول. ايه الجول الاول؟ ايه الجول الاول كده على طول؟ اوبا اوبا بقى اوبا بقى، اما اخمضك شويه. يا عيني يا عيني يا عيني، فتحت لك يا راجل يا راجل. حلو يا ادي امك حارس. هوبا عايز اثبت نفسي بقى، عايز اثبت نفسي بقى. ده انت حارس غلس. ها 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 ها. عايز يروح فين تاني؟ تعال 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 تعال. اوه هو باباصي يا بابا، باباصي بس عشان المدرب ما يزعل يا حكم بقى، بدي اضربه من اول الماتش. ايه بطلاني ليه؟ طيب الحمد لله. ايه ده خسرت. اوكي عندنا مباراه مع اليوفنتوس، اليوفنتوس في كاس ايطاليا، ويوفنتوس هنقابلها في كاس ايطاليا والدوري، وهنقابلها ماتش كمان، ده ماتش في ارضهم، فعايزين نعمل حاجه حلوه باذن الله. وتبدا المباراه عند اليوفنتوس. اوكي ها ها دفاع حلوه، حلوه الكوره. دفاع يوفنتوس هيبقى غير شويه، مش هيبقى زي الدفاع الثاني. اوكي يلا نحاول نتوغل. ايه بقى ايه ايه ده انت غلس قوي. يلا ماشي كويس، حط اباص ماشي. يا غلس. اوكي تعالى تاني تعالى تاني، انا بحاول اروح في انحاء الملعب كله. ماشي تعالى تاني تعالى. بص 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 يا راجل يا راجل، طوح ماشي كويس. دفاع راجل دفاع، اهم حاجه من المدرب يبقى مبسوط. اوكي 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 ابعد عني بقى يا اخي، ده انتوا غلسين قوي. ايوه ها ها. يا حكم حكم يا حكم. اوكي اهو باص تعالى تاني. اوكي اوكي كويس كويس، يلا ليتس جو. اوبا الله علي راجل، انا راجل في الملعب، مصري اصيل. مفجون الحمد لله. ملغي ملغي، الغي الهدف، الغي الهدف بدعي كيسل الله. علوبي يا شعراوي علوبي. اوه تعدلنا. اوكي شباب كده وصلت عن اليوم، ما تنساش تدعمنا بلايك، شير في القناه لو انت مش مشترك. نشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.